بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة محمد بن عبد الرحمن الحطاب الفقيه المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب المرفوعات من الأسماء. عادة العلماء أنهم يتكلمون على المرفوعات أولا، لأن المرفوعات أمد، ثم يتكلمون على المنصوبات لأن المنصوبات فضلات، تمام، ثم يتكلمون بعد ذلك على المخفوضات أو المجرورات. فقال رحمه الله تعالى: المرفوعات عشرة، وهي الفاعل. قدم الفاعل هنا، ثم قدمه أيضا في الدراسة في الذكر التفصيلي، وهذا مسلك لبعض النحاة أنهم يقدمون الكلام على الفاعل، ومنهم من يقدم الكلام على المبتدأ والخبر. ولذا فابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية لما جاء إلى ذكر المرفوعات قدم الكلام على المبتدأ والخبر، بينما المؤلف هنا قدم الكلام على الفاعل. فقال: المرفوعات عشرة، الفاعل. ممكن تكتب الأرقام: الأول الفاعل، مثل قام زيد. قال: والمفعول الذي لم يسمى فاعله. والمراد بالمفعول الذي لم يسمى فاعله نائب الفاعل. وهذا المصطلح، مصطلح نائب الفاعل، أول من اخترعه الإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، ولم يكن معروفا من قبل، وهو أخصر وأدق. نائب الفاعل أخصر من قولك المفعول الذي لم يسمى فاعل، وأدق لما سيأتي بيانه في درس نائب الفاعل إن شاء الله. قال: والمفعول الذي لم يسمى فاعله، مثاله ضرب الحمار مثلا، ضرب الحمار، الحمار نائب فاعل. قال: والمبتدأ وخبره، المبتدأ وخبره كقولك زيد مجتهد، زيد مبتدأ ومجتهد الخبر. هنا هذه أربعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره، أربعة، تمام. الخامس: واسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها كقول الله عز وجل: وكان ربك قديرا. فإن ربك اسم، كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال: واسم أفعال المقاربة، مثل كاد وعسى، واضح، وأخوات كاد، ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، فإن كاد وأخواتها تعمل عمل كان، ترفع الأول ويكون اسما لها، وتنصب الثاني ويكون خبرا لها، لكن تميزت بشيء، تميزت بأن الخبر في كاد وأخواتها يكون جملة فعلية، يكون جملة فعلية فعلها مضارع، تمام. ككان، يقول ابن مالك في الألفية، ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، إلا في النادر، واضح، إلا في النادر. وبالتالي نقول كاد اسمها مرفوع كاسم كان، اسم كان مرفوع، لكن في كاد، بارك الله فيكم، في كاد يكون الخبر غالبا فعلا مضارعا، تمام. هذا رقم كم الآن؟ رقم ستة في القرآن الكريم: يكاد زيتها يضيء. لاحظ، يكاد زيتها، زيتها اسم كاد مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لاحظ الخبر إيش جاء؟ يضيء، فعل مضارع. قال هنا: واسم، هذا السابع،
واسم الحروف المشبهة بليس. الحروف المشبهة بليس كم؟ أربعة، صح؟ حروف مشبهة بليس أربعة، ما هي؟ ما وإن ولا ولاتا، ما وإن ولا ولاتا، أربعة، كقول الله عز وجل: ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. فإنما هنا حرف مشبه بليس. لماذا قالوا مشبهة بليس؟ لأنها تفيد معنى النفي، ليس تفيد النفي أيضا، واضح؟ ترفع الأول ليس ماذا تعمل؟ ليس من أخوات ماذا؟ أخوات كان، ترفع الأول وتنصب الثاني. أيضا هذه الحروف الأربعة، ما هي الحروف الأربعة؟ كتبتم ما إن لا لا تا. هذه الحروف الأربعة تعمل عمل ليس، ترفع الأول تنصب الثاني. انظر قول الله عز وجل: ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما تقول يعمل عمل ليس، حرف يعمل عمل ليس، يرفع الأول ينصب الثاني، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، اسم ما، بشرا خبر ما منصوب، اتضح؟ إذن من المرفوعات اسم الحروف المشبهة بليس. هذا رقم كم؟ رقم سبعة، اتضح؟ رقم سبعة السابع، واسم الحروف المشبهة بليس، وهي ما ولا ولات وإن، ما ولا ولات وإن. هذه لا، لا هذه التي هي لنفي إيش؟ الجنس أو لنفي الوحدة؟ لنفي إيش؟ نفي الوحدة. تقول لا، لا رجل في الدار، ماذا تقول؟ لا رجل، واضح؟ لا رجل في الدار، أي ليس في الدار واحد فقط بل أكثر من واحد، هذه لنفي الوحدة، بخلاف لو قلت لا رجل في الدار هذا لنفي الجنس، لا أحد، اتضح؟ وستأتي في الدروس، مرت معكم في الدروس. قال: وخبر إن، وخبر إن بالتجديد، تمام؟ وخبر إن، لأن إن مع أخواتها عددهن كم؟ ست. لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس ما لكان من عمل. لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن، عكس ما لكان من عمل، واضح؟ هذه الستة بارك الله فيكم تنصب الاسم وترفع الخبر، تقول مثلا: إن الله عليم حكيم. إن الله، الله اسم الجلالة، اسم إن منصوب، واضح؟ عليم خبر إن مرفوع، إن الله عليم حكيم. إذن الموضع الثامن للمرفوعات أو الثامن من المرفوعات خبر إن. قال هنا: وخبر إن وأخواتها، وخبر لا التي لنفي الجنس، لا النافية للجنس أيضا تعمل عمل إن، لكن تختص لا النافية للجنس بأنها لا تعمل إلا مع النكرات، بأنها لا تعمل إلا مع النكرات. تقول لا رجل مثلا، لا طالب غائب، انظر طالب نكرة، غائب نكرة، لا طالب غائب، أين خبر لا؟ غائب مرفوع، هذا الموضع رقم تسعة، تمام. الموضع العاشر قال: والتابع للمرفوع، التوابع الأربعة، ما هي التوابع الأربعة؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، ها، نعت وتوكيد وعطف وبدل، واضح؟ قال هنا: وهو أربعة أشياء، النعت كقولك جاء الطالب المجتهد، أين النعت؟ المجتهد مرفوع. قال: والعطف كقولك جاء محمد وزيد، أين المعطوف؟ زيد. التوكيد كقولك جاء محمد نفسه، جاء محمد عينه، عينه نفسه مرفوع، ما سبب الرفع؟ ها، التوكيد، واضح؟ قال: والبدل كقولك جاء محمد أخوك، فإن
أخوك مرفوع لأنه بدل من محمد، واضح؟ فهذه كم الآن مرفوعات؟ 10. الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، خبره، اسم كان، اسم أفعال المقاربة، اسم الحروف المشبهة بليس، خبر إن، خبر لا النافية للجنس، والتوابع 10. واضح؟ طيب الآن سنأخذها هذا إجمالا، سنأخذها بالتفصيل بابا بابا حتى ننتهي منها، ثم بعد ذلك نشرع في المنصوبات، ثم نشرع بعد ذلك في المخفوضات. قال: باب الفاعل. افتتح رحمه الله تعالى باب الفاعل بتعريف الفاعل، واضح؟ وأنا قلت لكم إن هذا مسلك لبعض النحاة، أنهم يقدمون الفاعل أولا، ومنهم من يقدم المبتدأ أولا، واضح؟ كما صنع الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. فقال هنا: الفاعل عرفه فقال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل. نكتب التعريف ونشرحه، نأتي بالسبورة الأخرى. الفاعل ما هو؟ قال: الاسم المرفوع المذكور، صح، قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل. لاحظ معي، قال: الفاعل ما هو؟ الاسم. إذن الفاعل اسم، خرج ماذا؟ خرج الفعل والحرف، فلا يكون كل منهما فاعل. ولما قال الفاعل هو الاسم، الاسم هذا يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول. الاسم الصريح كقولك مثلا: جاء زيد، فإن زيد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا صريح. ولاحظ معي: زيد هذا معمول لعامل، العامل هو الفعل، هو الذي عمل فيه الرفع على الفاعلية، واضح؟ إذن هذا عامل جاء، وهذا معمول زيد، وهذه العلامة الضمة هي علامة كونه فاعلا، واضح؟ أما المؤول كقولك مثلا: أعجبني أنك تحفظ الألفية، واضح؟ أعجبني أنك تحفظ الألفية. أعجب فعل ماض، النون نون الوقاية، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أنك، أن هذه تنصب الأول ترفع الثاني، من أخوات إن. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم. أن تحفظ الألفية جملة فعلية من فعل وفاعل مستتر وجوبا، تحفظ أنت الألفية مفعول به، والجملة الفعلية تحفظ الألفية في محل رفع خبر. أين فاعل أعجب؟ تقول: المصدر المؤول، المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل أعجب، واضح ولا لا؟ إذن الفاعل هنا ما هو؟ هل هو اسم؟ لا،
هو اسم، نعم اسم، لكن ليس اسما صريحا، وإنما مؤولا. واضح؟ وإنما مؤول. تقدير الكلام: أعجبني حفظك الألفية. واضح؟ أعجبني حفظك الألفية أو حفظك للألفية. اتضح؟ إذن الفاعل قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. في القرآن الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. أين فاعل الفعل؟ أن تخشع قلوبهم، صح؟ طيب في القرآن الكريم: أولم يكفهم أنا أنزلنا. أين الفاعل؟ أولم يكفهم إنزالنا. إذن الفعل أو عفوا الفاعل قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا. واضح يا رونا؟ واضح فاروق؟ واضح. طيب إذن الاسم أخرج الفعل وأخرج الحرف، والاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا. جيد. قال: الاسم المرفوع. لما أقول المرفوع هذا يشمل ثلاثة أشياء: المرفوع لفظا، المرفوع تقديرا، المرفوع محلا. المرفوع لفظا، المرفوع تقديرا، المرفوع محلا. لفظا كقولك مثلا: قام زيد، قام زيد، فإن زيد مرفوع لفظا، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جاء المسلمون مرفوع، جاء المسلمون مرفوع، جاء المسلمون مرفوع لفظا، مرفوع وعلامة رفعه ما هي؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. طيب تقديرا كقولك: جاء الفتى، فإن الفتى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. اتضح؟ ولو قلت محلا تقول مثلا: جاء هذا، جاء الذي أكرمته. جاء هذا، جاء فعل ماض، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل، انظر محلا، في محل رفع فاعل. جاء الذي أكرمته، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن لما أقول الاسم المرفوع، الفاعل هو الاسم المرفوع. المرفوع قد يكون مرفوعا لفظا: جاء زيد، قام عمرو، جاء الطالبان، ذهب المسلمون، تمام؟ قد يكون مرفوعا تقديرا، حلمي انتبه معي، قد يكون مرفوعا تقديرا، واضح؟ نحو: جاء الفتى، سافر القاضي، واضح؟ قد يكون مرفوعا محلا، نحو: جاء هذا، وهذا في الأسماء المبنية، جاء هذا، جاء الذي عندك، جاء الذي أكرمته، جاء الذي فاز، تمام؟ قال: الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، أي المسبوق بعامل، المسبوق بعامل، واضح؟ هذا العامل قد يكون فعلا كما مر التمثيل له في قولك مثلا: صام الناس، فإنه أي الفاعل سبق بفعل، أو ما هو في تأويل الفعل مثل اسم الفاعل. تقول مثلا في القرآن الكريم: فإنه آثم قلبه، في آخر سورة البقرة، فإنه آثم قلبه، فإن قلبه فاعل، فاعل لماذا؟ فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل. سبق، هل سبق بفعل؟ لا، لم يسبق بفعل، لكن سبق بما هو بتأويل الفعل وهو اسم الفاعل. ولذلك عندما تعرب تقول: الفاء بحسب ما قبلها، إن أداة نصب وتوكيد، الها ضمير متصل اسم إن في محل نصب اسم إن، آثم خبر إن مرفوع، قلبه فاعل، قد تقول هنا وهو اسم فاعل، قلبه فاعل لاسم الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والها مضاف إليه.
إذن هنا ما الذي رفع؟ ما هو العامل الذي رفع الفاعل؟ الجواب ليس الفعل، وإنما ما هو في تأوين الفعل. إذن هذا شرح لهذا التعريف. ما هو الفاعل؟ الفاعل الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأوين الفعل. فلما قال الاسم احترز عن ماذا؟ احترز عن الفعل والحرف. ولما قال المرفوع احترز عن ماذا؟ عن المنصوب والمجرور. طيب يقول قائل مثلا قول الله عز وجل في القرآن الكريم، أو تقول مثلا ما جاء من أحد، ما إعراب أحد؟ أليس هو فاعل جاء؟ ما جاء من أحد، نقول نعم هو فاعل جاء، لكنه مجرور في اللفظ فقط، لكنه في المحل مرفوع. واضح؟ هذه ما جاء من أحد، هذه من يؤتى بها لزيادة التوكيد في النفي. قولك ما جاء من أحد أبلغ وآكد من قولك ما جاء أحد. واضح؟ ولذلك هذا الحرف يسمى حرف جر زائد، حرف جر زائد، فهو يجر في اللفظ فقط، لكنه في المحل أي الاسم الذي بعده يكون مرفوعا. فتقول في أحد ما جاء من أحد مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل. اتضح؟ ولما قلت هنا الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل، أخرجت ماذا أخرجت؟ أخرجت المبتدأ، لأن المبتدأ في قولك مثلا زيد قام، ليس الفاعل في قام زيد، الفاعل في قام ضمير مستتر يعود على زيد. واضح؟ هنا زيد تعرب مبتدأ، هنا زيد تعرب مبتدأ. واضح؟ بخلاف لو قلت قام زيد، قام زيد، فإن زيد هنا فاعل. ولذلك إذا تقدم، انتبه معي، إذا تقدم الاسم على الفعل خرج عن كونه فاعلا، خرج عن كونه فاعلا، هذا ليس فاعلا، هذا ماذا يكون؟ هذا يكون مبتدأ. إذا تقدم الاسم على عامله فإنه يكون من باب الابتداء ولا يكون من باب كونه فاعلا. اتضح؟ إذن هذا تعريف الفاعل، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأوين الفعل. فقال هنا الفاعل هو الاسم المرفوع، عرفنا أن الاسم يشمل الصريح والمؤول، صح؟ وذكرنا الأمثلة. قال المرفوع سواء كان الرفع لفظا أو كان الرفع تقديرا أو كان الرفع محلا، ها؟ قال المذكور قبله فعله، هذا الفعل المذكور هو الذي عمل فيه الرفع، تمام؟ أو ما هو في تأويل الفعل مثل اسم الفاعل، مثل اسم، أنا إيش قلت هنا؟ اسم المفعول، هذا خطأ، اسم المفعول هذا يجعله نائب فاعل، لكن اسم الفاعل، وممكن تقول اسم الفاعل واسم الفعل، اسم الفعل. واضح؟ مثل هيهات العقيق، واضح؟ هيهات العقيق. قال هنا أو ما هو في تأويل الفعل مثل اسم الفاعل واسم المفعول. قال وهو، من هذا؟ الفاعل. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. قال فالظاهر نحو قال الله، قال الله، كيف تعرب الفاعل؟ تقول الله اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا مثال للفاعل إذا كان مفردا، وهو نوع الأمثلة. قال، قال الله، هذا الفاعل، الفاعل هنا مفرد. قال، قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، الفاعل هنا مثنى، هذا النوع الثاني، الفاعل مثنى. كيف تعرب رجلان؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.
وجاء المعذرون، المعذرون فاعل، هذا جمع، واضح؟ تقول المعذرون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين. قال يوم يقوم الناس، الناس هذا اسم جمع، اسم جمع، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تمام. قال ويومئذ يفرح المؤمنون، المؤمنون فاعل، الفعل يفرح مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، واضح ولا لا؟ طيب هنا أتى بجمع مذكر سالم وقبله أيضا وجاء المعذرون بجمع مذكر سالم، لكن هنا مع الفعل المضارع وهناك مع الفعل الماضي، هناك وجاء المعذرون وهنا يفرح المؤمنون، فحاول أن يتفنن في تنويع الأمثلة، واضح؟ قال أبوهم، هنا المثال من الأسماء الخمسة، أبوهم، أبو، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه والميم للجمع، واضح؟ هذا كله في الظاهر، أمثلة للظاهر. ثم بعد ذلك تكلم في المضمر فقال والمضمر نحو، والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا، كم نعدها، كم عددها؟ عددها 12، أعدها سريعا، ضربت ضربنا للمتكلم، انتهينا، 2. ثم تقول ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن، 5 للمخاطب، صح؟ 7 المجموع. ثم تقول ضرب ضرب ضربت ضربا ضربوا ضربنا، 5 للغائب. كم صار المجموع؟ صار المجموع 12. قال هنا كما تقدم في فصل المضمر، لا حاجة إلى إعادته، هذا بالنسبة لكم أصبح سهلا، تمام، خاصة أن الاختبار سيكون قريبا، بالنسبة لكم سأصبح سهلا جدا، الاختبار جاهز فقط، بقي أن نحدد اليوم إن شاء الله، تمام. قال والذي في تأويل الفعل، الآن سيبين لك الذي في تأويل الفعل، نحو أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، لاحظ معي أقائم الزيدان، أقائم هذا في تأويل ماذا؟ في تأويل أيقوم الزيدان، قائم اسم فاعل، صح؟ في تأويل الفعل، ما هو الفعل؟ يقوم. ولذلك أنتم درستم في العوامل، عوامل الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فلما تقول أقائم، أمسحوا هذا، تحتاجون إليه؟ تحتاجون؟ طيب خلاص، إذا تحتاجون إليه نضعه جانبا بعدين تصوروا. في قولنا أقائم الزيدان، هذا بتأويل قولك أيقوم الزيدان، فهنا قائم بتأويل قولك يقوم، واضح؟ فقال هنا والذي في تأويل الفعل نحو، يعني هذا مثال وليس حصرا، وإلا ما يكون بتأويل الفعل هذا متعدد ليس فقط ما ذكره هنا. فقال أقائم الزيدان، كيف تعرب أقائم الزيدان؟ الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الزيدان لا تقل خبر، هذا مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، الزيدان هنا فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى،
سد مسد الخبر، هذا الفاعل سد مسد الخبر، أغنى عن الخبر، كفى عن الخبر. إذن هنا أقائم الزيدان تعرب بهذا الشكل، أقائم الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الزيدان ما إعرابه؟ قلنا فاعل سد مسد الخبر، واضح؟ هل هذا المبتدأ يحتاج إلى خبر؟ لا لا يحتاج. قال لك الإمام ابن مالك رحمه الله في الألفية: مبتدأ زيد وعاذر خبر. لو قلت زيد عاذر من اعتذر، ما معنى عاذر؟ قبل العذر، قبل العذر، عفا وصفح عمن اعتذر. زيد عاذر، ما إعراب زيد؟ مبتدأ. ما إعراب عاذر؟ مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر. ومن عجائب الألفية من أن هذا البيت يمكن أن تقدم هذا الشطر على ذاك الشطر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر فمبتدأ زيد وعاذر خبر، واضح ولا لا؟ مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر فمبتدأ زيد وعاذر خبر، يصح هذا وهذا، ما في مشكلة. طيب زيد مبتدأ عاذر خبر، ثم قال وأول مبتدأ والثاني، هذا الحالة الثانية، هذا مبتدأ له خبر، يعني هذا معروف. وبعدين إيش قال؟ وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، واضح؟ أقائم، أقائم الزيدان هنا لا يحتاج إلى خبر، وإنما فاعل لاسم الفاعل سد مسد الخبر. هذا أقائم في تأويل ماذا؟ في تأويل أيقوم الزيدان. لو قلت لك أيقوم الزيدان، الهمزة للاستفهام، يقوم فعل مضارع، الزيدان فاعل، تكون هنا الجملة واضحة، جملة فعلية واضحة، واضح؟ لكن هذه أقائم الزيدان منزلة بين المنزلتين. لو نظرت إلى أن هذا اسم ستقول جملة اسمية، ولو نظرت أنه في تأويل الفعل ستقول جملة فعلية، اتضح؟ على كل حال أقائم الزيدان، الشاهد من هذا الكلام أن أقائم هنا هذا ما يؤول بالفعل. ولذلك نحن قلنا في التعريف قبل قليل إيش؟ المذكور قبله فعله أو ما في تأويل الفعل، هذا مما في تأويل الفعل. قال هنا والذي في تأويل الفعل نحو أقائم الزيدان، ونحو نحو أقائم الزيدان، وقوله تعالى أي ونحو قوله تعالى مختلف ألوانه. نكتب هنا إيش بداية الآية؟ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، واضح؟ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. كيف تعرب مختلف ألوانه؟ كيف تعرب هذا؟ كيف تعرب؟ تقول هذا مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، صح؟ أين الخبر؟ ومن الناس، هذا خبر شبه جملة، خبر مقدم. طيب ما إعراب ألوانه؟ مختلف، إيش هذا مختلف؟ اسم فاعل، ألوانه فاعل لاسم الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء مضاف إليه، واضح؟ ألوانه فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، اتضح يا شيوخ ولا لا؟ واضح هذا؟ إذن هذا مثال ماذا؟ مثال ما في تأويل الفعل، وهو ذكر واحدا فقط وهو اسم الفاعل، وذكرت لك
اسم الفعل أيضا، وذكرت لك أفعل التفضيل تمام وغير ذلك مما ذكرناه تمام. هذا كله بيان لمسألتين، المسألة الأولى تعريف الفاعل، ما هو الفاعل؟ المسألة الثانية أن الفاعل ينقسم إلى قسمين، إما ظاهر وإما مضمر. اتضح؟ طيب إذا تقرر هذا فالآن سيأتي إلى مسألة مهمة جدا. هذه المسألة هنا ذكرت باختصار، بعد ذلك الإخوة الذين سيدرسون معنا في الألفية سيأتون على نفس هذه المسألة لكن بتوسع. هذه المسائل تسمى أحكام الفاعل. ما هي أحكام الفاعل؟ عدها معي حكما حكما، سندرسها حكما حكما. فقال هنا منها الأول أنه لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، هذا الحكم الأول. إذن ممكن هنا تضع خطا، لو قلت لك باختصار ما هو الحكم الأول للفاعل، الجواب لا يجوز حذفه، واضح؟ قال منها أنه لا يجوز حذفه. لماذا لا يجوز حذفه؟ تمام؟ لأنه عمدة. طيب لو قلت لك هل يمكن صياغة هذا الدليل على طريقة منطقية، كيف ستقول؟ الفاعل عمدة والعمدة لا يجوز حذفها، الفاعل لا يجوز حذفه، واضح؟ هو اقتصر هنا في في في, في الاستدلال على ايش؟ شوف ايش قال، لأنه عمدة. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني الفاعل عمدة، ايوه، ايش الباقي؟ العمدة لا يجوز حذفها، إذن الفاعل هذه النتيجة لا يجوز حذفه، واضح يا شيوخ؟ ماذا حذف؟ حذف المقدمة الثانية وحذف النتيجة، اقتصر على المقدمة الأولى، قال لأنه عمدة بس، صح ولا لا؟ قال لأنه عمدة يا أصحاب المنطق، واضح؟ يجوز حذف النتيجة والمقدمة وإحدى المقدمتين أو لا يجوز؟ إيش قال في السلم؟ من يستحضر البيت؟ لعلم آت، إيش بداية البيت؟ والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آت، هذا هو، واضح؟ والحذف لبعض المقدمات أو النتيجة لعلم، لأنه معلوم آت. إذن هنا إيش قال؟ قال منها الحكم الأول. شوف هنا أعطاك الحكم وأعطاك المستند دليل. ما هو الحكم الأول للفاعل؟ الحكم الأول للفاعل أنه لا يجوز حذفه. سؤال، لماذا؟ ما الدليل على أنه لا يجوز حذفه؟ قال لأنه عمدة. طيب إيش هذا لأنه عمدة؟ تقدير الكلام هكذا، لأنه عمدة والعمدة لا يجوز حذفها، إذن الفاعل لا يجوز حذفه. اتضح ولا لا؟ واضح؟ إن شاء الله اكتب هذا، قال لأنه عمدة تمام. فإن ظهر، لاحظ معي، قال لأنه عمدة، ما المراد بالعمدة؟ ما المراد بالعمدة؟ ما المراد بالعمدة؟ المراد بالعمدة كونه، العمدة كونه مسندا أو مسندا أو مسندا إليه، هذا المراد، واضح؟ كونه مسندا أو مسندا إليه، الفاعل مسند أو مسند إليه. قام زيد، أين المسند؟ قام، أسندت القيام إلى من؟ إلى زيد، ولذلك قام هذا إيش، موضوع أو محمول؟ محمول، وزيد موضوع. قام زيد فأسندت القيام إلى زيد، كأن السلم ذهب، أصبحتم بلا سلم، واضح ولا لا؟ قام زيد تمام. هنا قام إيش؟ محمول، زيد موضوع، قام زيد أسندت القيام إلى زيد.
طيب إذن هذا قام زيد، هذا تقول مسند، هذا مسند إليه، هذا المراد بقولنا عمدة. نفس الكلام في قولك مثلا القائم زيد، مبتدأ وخبر مسند ومسند إليه، أو زيد المجتهد أو نحو ذلك، تمام، أو زيد مجتهد مسند ومسند إليه، نفس الكلام، هذا عمدة، هذا عمدة. طيب قال لك الفاعل لا يحذف، لماذا لا يحذف؟ لأنه عمدة. المنصوبات، لماذا أخرت المنصوبات عن المرفوعات؟ لأن المنصوب فضله، المنصوب إيش؟ فضله. ما معنى فضله؟ هل معنى فضله أنه يمكن الاستغناء عنه؟ لا، ليس معنى الفضله أنه يمكن حذفه، ليس هذا المراد. معنى الفضله أنه ليس مسندا أو مسندا إليه، واضح؟ ولذلك مثلا لو أردت أن تصف بكاء زيد عندما جاء، ماذا ستقول؟ جاء زيد باكيا. طيب لو حذفت باكيا، مع أن باكيا أن حال، ليس مسندا ولا مسندا إليه، لكن الكلام لا يتم، المعنى المقصود الذي تريد إيصاله لا يتم. طيب كيف تقول إذا كان الأمر كذلك، كيف تقول إن الحال فضله؟ الجواب، معنى فضله أنه ليس مسندا ولا مسندا إليه، وليس معنى ذلك، أي معنى كونه فضله، أنه يجوز حذفه وإسقاطه، ليس هذا المراد. اتضح؟ إذن مرة أخرى، الفاعل هل يجوز حذفه أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز حذف الفاعل؟ لأنه عمدة، والعمد لا يجوز حذفها، إذن الفاعل لا يجوز حذفه. اتضح؟ هذا الحكم الأول. قال هنا منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة، فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد، زيد ظاهر، نحو الزيدان قاما، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ سمعت أحدكم قال الضمير المستتر، الزيدان قاما، أمد ست حركات، تمام، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الألف، قاما، هذا ظاهر أو لا؟ ظاهر، واضح. قال هنا فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد، هذا مثال للاسم الظاهر، أو والزيدان قاما، هذا مثال للضمير الظاهر، هو ضمير لكن ظاهر. نفس الكلام لو قلت مثلا الزيود قاموا، أين الفاعل؟ الواو، صح؟ ظاهر أو لا؟ ظاهر. لكن بخلاف لو قلت زيد قام، أين فاعل قام هنا؟ مستتر. ولذلك قال منها أنه لا يجوز حذفه، لا يجوز حذف الفاعل لأنه عمدة، تمام؟ فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد والزيدان قاما، فذاك، أي فذلك واضح معلوم عندك، وإلا، إيش معنى وإلا؟ وإن لم يظهر في اللفظ، لم يكن ظاهرا في اللفظ، وإلا، أي وإن لم يكن ظاهرا في اللفظ، فهو ضمير مستتر نحو زيد قام. هنا لا يجوز أن تعرب فعلا وفاعلا، تقول زيد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر، لا يجوز هذا. زيد مبتدأ، قام فعل ماض فاعله مستتر، جوازا تقديره هو، يعود على زيد. إذن الفاعل لا يجوز حذفه، إما أن يكون ظاهرا سواء كان اسما أو ضميرا، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون ماذا؟ ضميرا مستترا، ضميرا مستترا. هذا الحكم الأول للفاعل. إيش الحكم الأول؟ لا يجوز حذفه. ما التعليل؟ لأنه عمدة، واضح؟ قال الحكم الثاني ومنها، أي ومن أحكام الفاعل، أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، وهذا أخذناه قبل قليل في شرح التعريف، لا يجوز تقديمه على الفعل. لماذا؟ لأنك لو قدمته على الفعل
خرج عن كونه فاعلا، إذ حقيقة الفاعل لا توجد إلا إذا تقدم الفعل. انظر التعريف، مذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل، واضح؟ فإذا تقدم الاسم على الفعل خرج عن كونه فاعلا، لا يتحقق فيه الحد، حينئذ لا يكون من باب الفاعل، وإنما يكون من باب إيش؟ المبتدأ والخبر، واضح؟ من باب آخر. فقال هنا: ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، تمام؟ فإن وجد، هو كلام جميل الآن، هذا انتبه، يحتاج إلى 5% من الانتباه والتركيز بس، 5% لا تزيد. فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا. إن وجدت ما ظاهره أنه فاعل مقدم يجب أن تقدر ماذا؟ قال: وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، ويكون المقدم أحد أمرين، إما مبتدأ وإما فاعلا. سأمسك هذا. ممكن نكتب هنا أيضا. لو قلت مثلا: زيد مثلا صام، نغير، زيد قام، زيد صام. لاحظ معي، في الظاهر أن هذا فاعل مقدم. قال: هذا الذي ظاهره أنه فاعل مقدم، واضح، يكون أحد أمرين. الأمر الأول مبتدأ، تمام، والفاعل ضمير مستتر. هذا التقدير الأول، أن يكون مبتدأ، إما أن تجعله مبتدأ، طيب، في حالة مبتدأ، طيب، أو أحيانا تجعله فاعل لفعل محذوف. ما مثاله؟ إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، إذا إيش هذه إذا؟ أداة شرط. إذا إن أحد من المشركين استجارك، إن وإن أحد من المشركين استجارك، إذا ومثل إذا إن، أدوات التعليق هذه في اللغة العربية، انتبه معي، look at me الذي لا يفهم بالعربية ويدرس النحو، انظر إلي يا عروة، تمام، انتبه معي، أدوات التعليق في العربية، تمام، وضعت لتعليق فعل بفعل. تعليق ماذا؟ فعل بفعل، فعل بفعل، إذن هي تدخل على الأفعال، تختص بالأفعال. فلما تأتي لقوله تعالى: إذا السماء انشقت، وفي قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، تمام، لما تأتي لهذه الآيات تقول: كيف دخلت إذا على اسم؟ كيف دخلت إن على اسم؟ في العربية إن إذا تعلق فعلا بفعل. قالوا لك هنا تقدر فعلا من الفعل الذي سيأتي بعده مستلهما منه، تقول التقدير هكذا: إذا انشقت السماء انشقت، واضح، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، واضح، حينئذ وإن استجارك أحد، هذا الذي كنت تظنه أنه فاعل مقدم هو في الحقيقة إيش بيكون؟ فاعل
لفعل مقدر، واضح؟ هنا سيكون فاعل لفعل مقدر، إذن هذا سيكون فاعل لفعل مقدر. إذن هذا الذي ظننته أنه فاعل مقدم هو إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعل لفعل إيش؟ مقدر. انظر ماذا قال: ومنها، ومنها أي من أحكام إيش؟ ومن أحكام إيش؟ الفاعل، أنه لا يجوز تقديمه، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا. قال: ويكون المقدم، إيش بيكون المقدم؟ إما مبتدأ نحو زيد قائم، كيف بتقول؟ زيد مبتدأ، عفوا زيد قام، زيد مبتدأ، قام فعل ماض، الفاعل في قام ضمير مستتر عائد على زيد، جيد؟ وإما فاعلا لفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لأن، شوف التعليل، شوف التعليل، لماذا لا تقول هذا مباشرة مبتدأ وخبر؟ ليش ما تقولش هكذا مبتدأ وخبر؟ ها؟ قال: لأن أداة الشرط مثل إيش؟ إن، إذا، لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ، أداة الشرط وضعت لتعليق فعل على فعل، إذن هذا لا يصح أن يكون مبتدأ، هذا فاعل فعله ماذا؟ فعله مقدر، تمام؟ قال: لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. ولذلك في الآية الكريمة إيش بتقول؟ وإن أحد، ما يعرب أحد؟ أحد فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده، استجارك، تقدير الكلام: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره، لأن أدوات الشرط موضوعة، لأن أدوات الشرط موضوعة لتعليق فعل على فعل ولا تدخل على الأسماء المبتدأ، اتضح؟ نعم. قال: ومنها أن فعله يوحد. أنا ودي أن أخذ معكم هذا لكن أراكم تعبتم، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، حياكم الله.